اخر ميعاد لدخول الدار هنا الساعه 10 بالليل، الا لو عندك شغل في الكليه، وده غالبا بيكون في كليات الطب. بس انتوا اعلام؟ لا طبعا مش هينفع، انا بدرس اعلام وغاويه تمثيل، واكيد هشتغل، يعني هتاخر وهسهر. لما تبقي تشتغلي تبقي تجيبي اوردر التصوير بتاعك، الدار هنا مش سايبه. على فكرة انت معاكي حق في اللي بتقوليه، احنا مش زعلانين خالص، ده كده احسن، احنا مش هنتأخر ان شاء الله. ممكن بس تقولنا فين الأوضة عشان احنا تعبانين قوي وعايزين ننام؟ لا مش ممكن، عشان انا لسه ما خلصتش كلامي. الملايات وكياس المخدات كل واحدة فيكم هتغسلها كل 3 ايام. انا بحب النظافة، ومش مسموح ابدا ان واحدة تحط بقعة روج او بقعة مكياج على كياس المخدات، لاني هدفعها ثمنه. كل واحدة فيكم تبقى تمسح وشها قبل ما تنام. طب ممكن لو سمحتي تطلعينا بقى اوضتنا عشان احنا بجد تعبانين قوي وعايزين ننام. وصليهم اوضتهم يا مشاف. ايوه مين؟ يا اخي خضتني. مالك؟ سيبت من فصل يا اخي. هو انت شفت عفريت ولا ايه؟ مش عارف، سمعت صوت نونوة قطط كده، ببص مش لاقي ولا قطه في المكان، وبعديها في واحده عماله تندهلي، عماله تقول لي يا مروان يا مروان، وانا ببص مش لاقي اي حد خالص. واحده؟ واحده ايه؟ مؤاخذه، احنا من ساعه ما جينا ما شفناش اي تيه مربوطه. والله يا اخي زي ما بقول لك كده، ما هو انت طول ما انت فاتح صوره ورده هانم حالنا هيبقى ورا. يلا عشان بكره عندنا يوم طويل. يلا بقول لك يلا. تعالى حبيبي وش بقى.
انت برضه نفس اللي في دماغك؟ مالك يا حبيبتي؟ صوتك وشكلك مش عاجبني، فيكي ايه يا حبيبتي؟ ابدا يا تيتا والله، انا بس عشان مغيره مكان نومي اللي متعوده عليه بقالي سنين، فمش عارفه انام طول الليل والله، بس انا كويسه. ومين سمعك يا حبيبتي؟ ده انا طول الليل ما نمتش وقلقانه عليكي. ما تصدقيهاش يا طنط، دي طول الليل نايمه وقاعده بتشخر وعامله اصوات مزعجه جدا، ما عرفتش انام. يا سلام، والله يا تيتا ابدا دي كدابه، دي هي اللي عماله تشخر، انت عارفه ان انا كيوت. دي منظر واحده كيوت. يلا يا هانم بقى عشان عايزين نخلص ورقنا، هنتاخر على شؤون الطلبه. خلاص يا حبيبتي، اتكلي على الله وروحي وان شاء الله خير، ولما ترجعي بالسلامه ابقي طمنيني. ماشي يا تيتا، هبقى ارجع واكلمك. باي باي يا حبيبتي. هو انت فيكي حاجه؟ لا، ما انا عارفه اقول لك ايه، انا امبارح طول الليل سامعه واحده عماله تصوت وتعيط، انا من كتر خوفي ما بقتش عارفه اعمل ايه. بجد؟ طب ما صحتنيش ليه؟ ما يمكن كانت في واحده تعبانه وكانت محتاجه مساعده. لا، ده مش صوت واحده تعبانه ولا كانت عايزه حاجه، ده صوت واحده بتستغيث، واحده عايزه حد يلحقها. انت اصلك ما سمعتيش الصوت كان عامل ازاي؟ انا ما كنتش عارفه اقوم من مكاني من كتر الخوف. طب تعالي نشوف مين دي ونحاول نساعدها ونسال عليها. لا يا ستي، احنا مش عايزين مشاكل من اول يوم. هو انت ما شفتيش صاحبه الدار كانت بتتكلم معانا ازاي؟ دي عامله زي نظره المدرسه اللي كانت عندنا في المنصوره، فاكراها؟ الا فاكراها، عامله زي ابله سناء بالظبط، كانت تبص الواحد بصه كده نبقى عايزين الارض تنشق وتبلعنا، ولا كان عليها نبره صوت يا خرابي يوقف القلب. اعوذ بالله. طب بقول لك ايه، والنبي يا شيخ طلعي لي اي حاجه البسها عشان نلحق نحضر المحاضرات، وانا اقوم اغسل وشي. ماشي. حاضر يا برنسيسة. على رمش عيوننا شاغلني هوا طرع لي مني قلبي سوا كده هون، على رمش عيونها شاغلني هوا طرع لي مني قلبي سوا كده هون، وانا يال كنت طبيب الهوى. نجم يا ابني، نجم 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 حبيبي يا سعدة. الصوت الحلو ده، بقولك ايه، اعمل حسابك فرح واحد صاحبي الايام الجاية هتيجي تغني، مفهوم؟ عيوني يا عم سعيد. وانا يلي كنت طبيب الهوى. ايوه مدام. انت فين يا سيف؟ تعالى لي حالا. صريح الهوى. حاضر.
ياه. مدام فريدة ما بتقدرش تستغنى عني، هاي زيني عن اسبوعكم. قال لي قول لي يا مروان، هو ازاي ابوك الجنايني والزرع ده كله ميت وناشف كده؟ والله يا ابني ابويا لسه ماسك الجنيه دي بقاله اسبوع واحد بس. استنى استنى شهر كده وان شاء الله هتلاقي الجنيه دي زي الفل. يلا يا اولاد الفطار جاهز. ايوه بابا جايين. انا اقول لي يابا الجنينه دي مالها؟ الزرع فيها كله ميت زي ما تكون عايمه على جاز. والله انا تعبت، الارض دي غلبتني. تعرف في يوم تلاقيها مزهزهه وزي الفل، والتاني يوم تلاقي الارض كلها ميته زي ما يكون واحد دخل مشي فيها وحرقها. ازاي الكلام ده؟ انجز يا مروان عشان عندنا كاستنج النهارده. ماشي نكمل بس فطرنا ونقوم على طول. عندكم ايه؟ معاد يعني معاد. طب ما تقول معاد. صباح الخير يا دكتور. صباح النور. انا منى وهي هناء طلبه في الفرقه الاولى، وكنا عاوزين حضرتك تساعدنا في اننا ناخد دورات خارج الكليه. زمايلنا قالوا لنا ممكن حضرتك تساعدنا في ده. اه طبعا اتفضلوا الاول. بصوا شكرا. تشربوا ايه الاول؟ لا ميرسي مش عايزين حاجه. معلش انت قلتي لي اسمك ايه؟ اسمي هناء. هي سحر مشيت؟ أعتقد يمكن مشهب كانت بتقول إنها لمت شنطتها ومشيت. غريبة، مع إنها لسه راجعة من عند أهلها وقالت إنها هتقعد الترم كله عشان المحاضرات بتاعتها وزيارة الأماكن الأثرية والبحث اللي بتعمله. ايه المعلومات دي كلها؟ ده انتوا صحاب بقى وبتحكوا مع بعض. تعالي هنا، انت رايحه فين؟ رايحه للكوافير وعندي شويه حاجات ناقصاني هشتريها. شيرين اللي بتعمليه هنا ده غلط، وقلت لك الكلام ده 100 مره. خلصتي؟ لو كنت كملت اللي انت عملته ما كانتش بنتك وصلت لكده. بنتك بقت شيطانه، بحاول اصلح ما بقتش قادره عليها. لكن هقول لك ايه، منك لله يا دليل، منك لله. We'll be right back.
الله عبد السلام. 160 ما ينفعش ب 50؟ 55 عشان السلام. ايه يا بنتي بتعملي ايه ده؟ والنبي سيبوني ما خدتش. انا مش هسيبك يا حراميه يا حيوان الا في الاس. ايه ده؟ خلاص خلاص يا مدام، خلاص يا حبيبتي سيبيها، دي شكلها غلبانه في دي. وانت مالك انت؟ الله جريئه وليا مالك؟ ده انت شكلك شيخه منصر حتى. خلاص يا ست وديها الاسم، انت مالك انت؟ ده انت جاي تطبل للمزه بقى، اوعي. تعالي يا بنت عليا النعمه، الله هيقرب منها الله يشرحها. اجري يا بنت، شكلكوا شويه حراميه. ان حلمنا يتحقق يا دي حاجه يا يا المهم بس نلاقي الاستاذ علي مراد المخرج اللي قال لنا عليه الريجي وورينا صورته على الفيسبوك. ثواني كده يا باشا، حاسس ان انا قلقان. ثواني مش عارف، حاسس ان انا كل المشهد اللي حفظته راح من دماغي. ايوه يا استاذ، انتوا مين عايزين مين؟ احنا جايين من طرف استاذ ابراهيم الريجي عشان نقابل المخرج الاستاذ علي مراد. تمام استاذ علي، اتفضلوا معانا. استاذ علي، الاستاذ دومك، الاثنين دومك جايين من طرف الاستاذ ابراهيم ليش. اهلا وسهلا، انت اسمك ايه؟ انا اسمي مروان ريحان. وانت؟ وانا عمرو سرحان. سلته قبل كده؟ شاركته في اي اعمال؟ يعني يا استاذ علي حاجات كده صغيره كده في مسرح الجامعه، ويعني حاجات كده على قدنا يعني، بس احنا من نفسنا من زمان نشتغل مع حضرتك. طيب استاذ احمد، روحوا مع المكتب. تمام. وانا هحصلكم بعد شويه. خلاص اوكي، شكرا يا فندم، اتفضلوا اتفضلوا معانا. اسمك ايه؟ صفا. طب خلي بالك بقى بعد كده يا صفا، قولي لي انت شغاله مع حد؟ لا والله، دي اول مره في حياتي. طب وليه عملتي كده؟ بابا في السجن وماما ماتت، وجيران كانوا بيساعدونا وبطلوا، واخويا حماده كان شغال في الاشاره، والعيال كسروا له رجله وايده، وانا بحاول اساعد اخواتي. تعالي تعالي اقعدي جنبي، تعالي. انت من النهارده هتكوني اختي وحبيبتي، وهتفضلي معايا طول العمر، ايه رايك؟ انت كنت هايل يا مارو النهارده. والله انت احلام. بس عارف احنا محتاجين فرصه، فرصه دي عايزه مسلسل او فيلم يكون حلو ويكون المخرج بتاعه حد اسمه يكون معروف. بص يا مروه، احنا بنتعب وبنعمل اللي علينا، واثق ان ربنا هيكرمنا قوي. يا رب يا رب يا عم يا رب. واو ايه الحاجات الحلوه دي؟ بس يا عم ساكنين جوه. طب ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ انتوا رايحين فين؟ وانت مالك؟ احنا رايحين فين؟ يعني ايه يا مالها؟ ده بيت طالبات وانتوا ماشيين ورانا تعكسونا، وكمان داخلين ورانا. ايوه احنا ضرناكم في حاجه يعني؟ يا مال عايزين تضرونا يا استاذ سعيد. يا استاذ سعيد انت كبرت الموضوع ليه كده؟ اتكلمت يا مروان. استاذ سعيد ليه ده؟ ضابط سعيد يا نش. يا اخي مش وقته. بص شوف الشابين دول ماشيين ورانا بيعكسونا ودخلوا ورانا الدار. الاثنين دول؟ لا الاثنين دول تبعنا. يعني ايه تبعك؟ احنا مش بنعكسكم ولا اي حاجه خالص. انا على فكره انا اسمي مروان وابن عم ريحان الجناين اللي هنا. ايوه يعني بتباتوا فين بالظبط؟ مقيمين فين؟ سيادتك مقيمين هنا في الجنينه عشان نحميكم من الاشرار، مبسوطه كده؟ مقيمين تحت اشرافي الامني. احنا بجد اسفين جدا، سوري والله احنا ما كناش نعرف. عموما انا هناء ودي صاحبتي منى، واحنا الاثنين طلاب في كليه اعلام. اهلا بيكم. ايه؟ كليه اعلام؟ والله فرصه سعيده جدا. نعم. على فكره احنا ممثلين يعني جداد. ان شاء الله نبقى نجوم كبار في يوم من الايام. ان شاء الله. لسه جاي من مكتب كاستنج دلوقتي. تحبوا تمثلوا؟ بصوا والله وانا نفسي اكون مذيعه، بس عادي انت ممكن تسال، لو هم عايزين مساعدين اخراج انا ممكن اجي اتعلم وادخل اللوكيشن بقى واشوف الدنيا. انت تشرفي الدنيا كلها. ويا ترى بقى سندريلا حابه تكون ايه؟ بصراحه يعني انا نفسي اكون ممثله. هتليقي قوي بجد، تنفعي في دور خاله البطل. يا مروان دور حزين اقصد يعني، غير كده هتبقي فل ان شاء الله. ظريف قوي على فكره. انا بكره بقى نكبه مصر الاولى.
يلا يا هناء. انا ممكن ابقى ملك الكبده، هروح اضرب لي 4 سندوتشات كبده وسجق، خلوا بالكم من المكان. هات لنا معاك. ها يا عم مارو، رحت فين؟ بقولك ايه، تعالى اما اعمل لك فنجان قهوه يظبط دماغك. يلا يا مارو يلا. عم ريحان، اهلا وسهلا استاذ هاني. اطفي المايه ورا. انا شفت ولادك الصبح وهم بيساعدوك في الشغل، حبيت بس اقول لك ان انا ما عنديش مشكله انهم يقعدوا معاك لو انت عايز، بس على شرط يبقى حدودهم الجنينه. فهمني طبعا. فاهم يعني، ما تقلقيش حضرتك، هم كل حكايه يومين ثلاثه يعطروا بس في سكن جنب شغلهم وهيمشوا. وحتى لو هيقعدوا ما عنديش مشكله، بس تنبه عليهم. حاضر. في حاجة كمان. أموري. بقول لك إيه؟ أنا مش عايزة الزرعة دي هنا. ولع فيها وحط عليها جاز. عليها جاز إيه بس يا ست هاني؟ ده أنا أول مرة شجرة ترعرع عندي هنا أهوت، وده ما بيحصلش كتير. عايزك تخلعها وتحط عليها جاز وتولع فيها. يا هاني خسارة. أنت بتتكلم كتير ليه؟ بقول لك اخلعها وحط عليها جاز وولع فيها، احرقها. حاضر حاضر. فهم؟ حاضر يعني. حاضر. حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا لا يا نهار اسوح، سلامك قولة برا برا حقيقي. أنا مش قلت لك تعالي ورايا؟ أنت إيه؟ ما بتفهميش؟ يا مدام فريدة، أنا لسه بعمل الأكل، لو الأنسة شيرين جت وطلبت غداها وما لقيتوش جاهز هتعمل لي مشكلة. يا سلام، يعني ما فيش حاجة في الدنيا غير شيرين وبس؟ أنت إيه؟ كبرت وخرفتي؟ الله يسامحك. في إيه في إيه؟ عاملة مشكلة ليه مع أم شهاب؟ الظاهر إنها اتركنت على الرف، ما بقاليش لازمة. لا لا لا، مين قال كده؟ ده أنت ست الكل. برافو، كويس انك انت فاكره ان انا لسه ست الكل. بس انا هبقى ست الكل لما ارجع كل اللي اديته بغبائي ليكي. هي بتتكلم عن ايه؟ دوري على حاجة؟ انت جبت الصورة دي منين؟ أنا حاسة إن أنا شفت الصورة دي قبل كده. نو واي، مفيش منها غير واحدة معايا أنا بس. طب خلي بالك بقى على نفسك من الصورة دي.